بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير يا شباب، يا رب تكونوا بخير. هنشوف بقى سريعا كده عامل الباثولوجي. هم 5 أو 6 سلايدز، يعني ايه حاجه بسيطه، يعني مش هتكمل بالظبط ربع ساعه او تلت ساعه. اول سلايد عندك براون اتروف ذا هارت. يعني ايه براون اتروف ذا هارت؟ يعني في ضمور على مستعضه القلب نتيجه ترسب بيجمنت اسمه اللايبوفيوزين بيجمنت. مكتوب عندك هنا في الداتا بتاع السلايد براون بيجمنت، اكتب جنبها لايبوفيوزين بيجمنت اسم البيجمنت عشان يقول لك في ام سي كيو او كومبليت اسمه لايبوفيوزين بيجمنت. ده انا شرحته لكم، ده عباره عن وير اند تير بيجمنت، صبغ احلال وتجديد بترسب في الخلايا والانسجه اللي هي بتكمل معانا لفترات طويله نتيجه او كناتج لعمليه الميتابوليزم اللي بتمر بقى الاعضاء دي او الخلايا دي، زي خلايا الكبد، خلايا القلب، خلايا الكلى. ده بيحصل اكتر في السن الكبير، لان السن الكبير زي ما احنا عارفين بيحصل فيه جنرالايز اتروفي، ضمور على مستوى الجسم ككل، فمن ضمن الاعضاء اللي بيحصل فيها ضمور القلب. خلينا هنا في موضوعنا براون اتروف ذا هارت. انت شايف هنا ايه؟ اول حاجه مميزه في السلايد ان السلايد هنا كلها لون واحد، لون الايه؟ اللون الازرق فاتح او اللون الكحلي. ده اول حاجه مميزه هنا. حاجه تانية انت شايف ايه اللي بالليزر انت شايفه ده؟ اللون اللي انت شايفه ده كله ده عباره عن كاردياك ماسل فايبرز، اللي هي الحاجات اللي هي بالليزر دي كاردياك ماسل فايبر، وفي حواليها نقطه، حاجه حواليها نقطه زرقاء، نقطه زرقاء انا مكبرها في وسط الشاشه اهو، نقطه زرقاء وحواليها شويه حاجات ايه لونها غامق شويه، بني غامق او لون اسود. ده اللي هو البيجمنت بتاعنا بترصف فين؟ حوالين النيوكليس. انا حته يقول لك في الكومنت ان بوز بولز اوف النيوكليس، يعني على قطبي النواه، على قطبي النواه، هي النقط اللي هي السوداء يا جماعه انت شايفها حوالين النيوكليس دي، هي النقط السوداء دي، ده اللي ايه لايبوفيزين بيجمنت او براون بيجمنت. فانت هنا شايف ايه؟ كاردياك ماسل فايبرز اللي هي في عضله القلب، واخده الصبغه الزرقاء اللي هي صبغه الهيماتوكسيلين، فمديها اللون الجراي او اللون الازرق الفاتح او الكحلي، احنا بنسميه الكحلي. الشرايح دي كلها لون واحد زي ما انت شايف كده، مفيش فيها احمر، مفيش فيها تدرج الوان، كل اللي انت شايفه نقط بني غامق او لون اسود حوالين الايه؟ حوالين النيوكليوي، حوالين يعني قطبي كل نواه من كل ماسل فايبر، والماسل فايبر المفروض ان هي كده اتروفايد، هي كده مش نورمال. فانت هتقول هنا ايه لو شاور لك على الحاجات الزرقاء؟ هتقول اتروفيك كاردياك ماسل فايبرز. هتقول ايه على النقط البني دي؟ دي عباره عن براون بيجمنت او لايبوفيزين بيجمنت. تمام، لو قال لك البيجمنت ده اكتب جنبه لايبوفيوزين، ما تقولش براون بيجمنت. ايه براون بيجمنت ده؟ بني ايه هو؟ اللي هو الصبغ البني اللي هو ايه يعني؟ لايبوفيوزين بيجمنت. حوالين النيوكليس، النيوكليس هنا مش نورمال، النيوكليس هنا بيكنوتيك. يعني ايه بيكنوتيك؟ يعني النواه كشه. ليه كشه؟ لان البيجمنت ده ضاغط عليها، خصوصا ان الراجل ده عنده اتروفي، القلب ده فيه اتروفي. الكارديك مثلا فايبر دي مش طبيعيه، دي اتروفايد، فالفايبر اتروفايد والنيوكليس بتاعتها ايه؟ شرانكد او كشه، اللي هي بنسميها بيكنوز او بيكنوتيك نيوكليس. تمام، لو قال لك هنا واخده الصبغه اللي هي تقول صبغه الهيماتوكسيلين عندي يسين، بس هنا واخده الهيماتوكسيلين. تمام، ده اللي هو ممكن السؤال يجي لك، ده بيحصل فين؟ ده كاركترستيك للاولد ايج او الايجنج، للشيخوخه او السن الكبير. تمام، تعالى برضو هبقولها تاني في الاخر على الفوتو بحيث ان انت برضو بقيت تثبت معايا. بعد كده عندك اللي هو الجرينيليشن تيشو، ده عباره عن شريحه سهله. الجرينيليشن تيشو ده انت عارف ان انواع الريبير، ان يحصل ريجنريشن، يحصل هيلينج او ريبير بنسيج من نفس النوع، سميه ريجنريشن، او اكون نسيج بجرينيليشن تيشو وارجع يتحول لفايبرز، ده بيسموه اورجانيزيشن، او احنا بنسميه برضو فايبروز. لما تكبر شويه يقول لك فايبروز اللي هو التليف. يعني دي الفكره في ايه؟ الفكره ان هنا عشان اكون جرينيليشن تيشو بيكون من حاجتين. ايه هما الحاجتين الاساسيين في الجرينيليشن تيشو؟ كابيلاري، شويه كابيلاري اللي هو عمليه الانجيوجينيس انها صنع فيها اوعيه دمويه، كابيلاري اند فايبر بلس. الفايبر بلس مش هتقعد ساكته، هتتغذى بالدم الموجود في الكابيلاري دي تصنع ايه؟ كولاجين فايبر. يبقى انا عشان اقول جنريشن تيشو اقول حاجتين، فايبر بلس بتشتغل وتصنع كولاجين فايبر، وفي وجود ايه؟ كابيلاري، كابيلاري اللي هي شعيرات دمويه فيها ار بي سيز. فانت شايف هنا في الصوره ايه؟ شايف اول حاجه دايره كبيره، هي دايره اهي وفيها نقط حمراء، النقط الحمراء دي اللي هي الار بي سيز. يبقى انا هنا بتكلم على الدايره دي كلها عباره عن ايه؟ كابيلاري. تمام، شعيرات دمويه. ومن بره خالص في هنا ايه؟ في الكابيلاري دي من بره الوول بتاعها فيه خلايا كده لونها ايه؟ لونها نقط كده، نقط زرقاء كده ولحمه ببعض، دي اسمها الاندوثيليال سيلز. هتلاقي مكتوب عندك سولن اندوثيليوم، مش هتفرق، اسمها اندوثيليال سيلز اللي هي الخلايا المبطنه للشعيرات الدمويه، دي اللي اسمها الاندوثيليال سيلز. طبيعي اي اي وعاء دموي عندنا لازم يكون فيه اندوثيليال سيلز عشان يخلي الدم ماشي سموث جوه الدم. المهم يعني فديت وانس ان دي سبيس وجواه سبيس لونه ابيض، فراغ ابيض وجواه نقط حمراء، ده يبقى ده وعاء دموي اللي هو ايه؟ يعني على مستوى الشريحه دي كابيلاري، جواه ايه؟ النقط الحمراء دي ار بي سيز. ايه النقط الزرقاء اللي حواليها دي؟ النقط الزرقاء دي عباره عن اندوثيليال سيلز، عباره عن اندوثيليال ايه؟ سيلز اللي هي خلايا الاندوثيليوم. تمام، طب بره في الياف لونها احمر بره كده، في الياف لونها احمر بره حوالين النيوكليس من بره كده، ايه الالياف اللي بره ديت؟ الالياف اللي بره دي والله عباره عن كولاجين فايبر. طب ومين اللي صنع الكولاجين فايبر؟ هي الخلايا بقى اللي جنبها دي، الخلايا اللي جنبها دي اللي هي في وسط بره خالص بقى، في وسط اللي هي النقط اللي بره دي، ده عباره عن الفايبروبلاست. يبقى الفايبروبلاست هي اللي بتصنع الكولاجين فايبر، دي نقطه. الحاجه اللي بعد كده
الحاجه اللي بعد كده وايه السبيس اللي جنبها ده زي قلنا كابيلاري وفي ار بي سيز ولايند باي او مغطي من بره الوول بتاعه يعني في اندوثيليال سيل تمام. فده اللي هو الجرينيليشن تيشو ده النسيج اسمه النسيج الحبيبي بيتكون من كابيلاري تمام شعرات دمويه عن طريق عمليه اسمها انجيوجينيسيس وفيها ار بي سيز ومن بره في اندوثيليال سيلز او اندوثيليال وول وفي بره شويه كولاجين متصنعه بواسطه الفايبروبلاست اللي هي الخلايا المصنعه للكولاجين تمام. بص برده على السلايد اهوت او على الداتا اللي مكتوبه عندك ادي عندك اللي هو السولن اندوثيليوم وعندك اللي هو الكابيلاري الكابيلاري جواها ار بي سيز ولاين ذا باي اندوثيليال سيلز زي ما قلنا فايبروبلاست اللي هي الخلايا اللي بره دي وجنبها الخطوط لونها احمر خفيف اللي هو اللون الاحمر البينك ده عباره عن كولاجين فايبر الياف الكولاجين اللي هي مصنعاها الفايبروبلاست. وبعد كده في ممكن في شويه تلاقي في شويه ايه انفلاماتوري سيلز اللي هي النقط الزرقاء دي اللي هي الليمفوسايتس وماكروفيج وكده طبعا عشان معروف ان قبل ما يحصل عمليه الريبير لازم يسبقها عمليه الايه انفلاميشن. ده اول تو سلايدز سيبك بقى من الخلايا دلوقتي تعالى بس ننزل كده نشوف الليبوم ونروح بس نشوف الصور نبقى نرجع تاني للخلايا بتاعتنا لان الخلايا سهله. الليبوم ده عباره عن بيناين تيومر اوف الاديبوس تيشو اوف الايه اوف الاديبوس تيشو او الفاتي تيشو ده اللي هو الكيس الدهني او ده فيري كومن فيري كومن بيناين تيومر يعني ورم حميد مشهور جدا انك تلاقي حد عنده ليبوم. طبعا الليبوم لو هتقلب مالجنت عشان دي جمله ام سي جت قبل كده الليبوم لو هتقلب مالجنت هتقلب ايه هتقلب ليبوساركوما ليبوساركوما مش ليبوكارسينوما. السؤال اللي بعد كده هل دي حاجه كومن ان الليبوما تقلب ليبوساركوما؟ لا مش كومن خالص ان الليبوما تقلب ليبوساركوما مش كومن خالص اقل من 1%. طبعا الليبوما اشهر اماكنها بتيجي تحت الجلد في اي مكان في الباك وفي النك في الباتوكس في الاكزيلا ريتروبريتونيوم ممكن تبقى جوه الجسم ريتروبريتونيوم في البريتون من جوه في البطن واقف البريتون تمام تحت الاسكابولا في الشولدر في اماكن كتير بس ده يعني اكتر اماكن يعني. بعد كده زي ما قلنا الليبوما تقلب سرطان اسمه ليبوساركوما تمام. انت شايف هنا ايه في الليبوما؟ شايف اول حاجه في حاجه من بره لونها احمر كده اهي وطالع منها خط حاجه لونها احمر من بره خالص على البريفري وطالع منها خط نازل منها خط. الحاجه لونها احمر دي عباره عن فايبرس تيشو كبسول دي الكبسوله بتاع الورم مش احنا عارفين ان الليبوما ده بيناين تيومر؟ اه يبقى بيناين تيومر غالبا البيناين تيومر اغلب البيناين تيومر بتبقى كبسوليتد مش كلها وانا قلت لك في اكسبشن. المهم ان البيناين تيومر في العاده في الوضع الطبيعي انه يبقى كبسوليتد تمام يا سيدي. طب انت دلوقتي الليبوما لها كبسوله الكبسوله طالع منها ايه طالع منها خطوط حمراء نازله لتحت كده الخطوط الحمراء دي عباره عن سبته سبته يعني حواجز حواجز بتفصل الورم لاكتر من فص يبقى كبسول من بره لان هو بيناين تيومر ده فايبرس تيشو كبسول بيطلع فايبرس تيشو ايه سبته السبته دي او بيسموها ناس في ناس تسميها ترابيكولي هي سبته هي ترابيكولي عادي نازله بتقسم الورم لاكتر من فص فصوص تمام. الفصوص دي جواها ايه تتوقع ليبوما يكون فيها ايه فات سيل ليبيد دهون يا عم جواها دهون فات سيل ليبيد تمام اديبوس تيشو قول زي ما تقول المهم ان في دهون جوه. الدهون دي لما تيجي تصبغ انت الحته الدهنه ب اتش اند اي اللي هي ماتوكسين اند اندي سين اللي هي الروتين ستيم بتاعنا الروتين ستيم بتاعتنا لما تصبغ بقى الليبوما هل هتظهر مش هتظهر امال هتظهر ايه في صوره امتي سبيسز يعني امتي فراغات بيضاء فاكيوليتد ليه لان الفات سيل اثناء التحضير هيدوب بماده اسمها الزايلول الزايلول دي حاجه كده بتدوب الفات عامله زي الكحول كده فهتدوب الدهون لان الدهون دي زيت فلما تدوب لي الدهون هتبان ازاي او الخلايا هتبان ازاي هتبان بقع بيضاء زي ما انت شايف كده كل الخلايا دي عباره عن بقع بيضاء بقع بيضاء تمام لها وول من بره وفي حاجه نقطه سودا كده على البريفري دي اسمها ايه اللي هي النيوكليس فبيسموا الشكل ده عامل زي الخاتم ابو فص او الخاتم الملكي اللي هو بيسموه سيجنت رينج ابييرنس الخاتم الملوك او خاتم ابو فص ليه لان كان زمان الملوك زي ما قلت القصه دي قبل كده الملوك كانوا بيستخدموا كان ليه خاتم مميز اسمه الخاتم الملكي الخاتم ده كان ليه فص كده او ليه علامه مميزه للحاكم او للملك ده فلما يجي ينزل قرار ينزل حاجه ضرائب او بتاع لازم يختم القرار دوت بالختم بتاعه عشان يثبت ان القرار ده فعلا طالع من ايه من الملك فكان ليه شكل مميز نفس الفكره هم بيشبهوا الخلايا بتاعه الفات سيل دي خلايا الدهن دي لما ما ظهرتش والنيوكليس اتزقت لمت السيل وول وبقت النيوكليس اللي ظهر وبقيت البتاع فراغ ابيض كده بقيت الخلايا فراغ ابيض فبقت عامله زي الخاتم ابو فص بيسموها سيجنت رينج ابييرنس اعرف الكلمه دي كويس عشان ممكن ايه يساعد في الام سي سيجنت رينج ابييرنس. امال يا دكتور الخلايا اللي في الوول ديت في حاجه كده في النص كده حاجه الوول كده ولها نقط حمراء النقط الحمراء ديت عباره عن كابيلاري عادي خالص مش ده فايبر تيشو بيكون من ايه شويه فايبروبلاست وكولاجين فايبر وكابيلاري الكابيلاري في النص عندك دي حته كابيلاري كبيره وجواها ار بي سي دي لها نقط الحمراء تمام.
دي كلها فات سيل. خد بالك بقى من الخلايا الصغيره دي اللي جنب وعاء دم، ودي بيسموها ايه؟ بيسموها امبريونيك فات سيل. ممكن يسالك عليها. يبقى دي عباره عن كابيلري او بلاد فيزل، هو كابيلري، شويه شعرات دمويه. هو كاتب لك هنا بلاد فيزل، هي كذلك ده برضو بلاد فيزل اللي هو اللي جنب جنب خلايا الفات سيل الصغيره دي. والخلايا الصغيره خالص اللي هي الخلايا المدوره اللي هي الزينوفيليك واخده الصبغه الحمراء دي، ده عباره عن امبريونيك فات سيل. تمام، ده اللي هو الليبوم. تعال نشوف بقى الاستراكشر اللي هو كاتبه لك كده. ده عباره عن فايبر تيشو كبسول اللي هي كبسوله من بره، ودي طبعا ادلت فات سيل اللي هي فات سيل اللي هي الخلايا الماتيور بتاعنا. البلاد فيزل ده اكتب جنبه كابيلري. ده عباره عن سبته، قلنا دي حواجز، دي سبته ودي سبته اللي هي الحواجز او الترابيكول اللي طالعه من الكبسوله عشان تقسم الورم لاكتر من فص. والخلايا الصغيره خالص اللي جنب البلاد فيزل الصغير ده عباره عن امبريونيك فات سيل. ده بيناين تيومر اسمه ليبوما الكيس الدون. لو انت عاوز تصبغ الفات عشان يظهر ليه، حاجه اسمها سبيشال ستين، صبغات خاصه بالفات اللي هي ايه؟ اللي هي السودان 3 بتصبغه باللون الاورنج، سودان بلاك، واوزميك اسيد باللون البلاك، سكارلت ريد، واويل ريد باللون الريد. دي اللي هي صبغات الفات. تمام، طبعا دي كانت المفروض في الفات تشينج، بس انتوا طبعا ايه تقريبا ما ذاكرتهاش. تعال نشوف بعد كده الخلايا. بس قبل ما نشوف الخلايا تعال نعدي الاول على الايه، على الصور اللي معايا برضو، بحيث الناس اللي ما فهمتش تفهم في الجزء الجاي. تمام، نشوف هنا بقى يا شباب، دي اللي هي السلايد الاولاني اللي احنا قلنا عليها اللي هي الايه، اللي هي البراون اتروف زهارت. طبعا انت شايف اللون بتاعها، اللون اللي هو الجراي او اللون الكحلي اللي انا قلت لك عليه اللي هو ازرق فاتح او كحلي. طبعا انت شايف هنا ايه، ده عباره كلها دي كل اللي انا راسمه لك ده كله كده عباره عن كاردياك ماسل فايبرز، الياف عضله القلب. تمام، اللون بتاعها مميز. ايه بقى الحته الصغيره دي؟ دي عباره عن نيوكليوس الصغيره اللي هي بقت بيكنوتيك او شرينكج، كشت وحواليها الايه، وحواليها البراون بيجمنت او اللايبوفيزين بيجمنت. الماسل فايبرز دي طبيعيه؟ لا، دي اتروفايد، يبقى اكتب جنبها اتروفيك كاردياك ماسل فايبرز وذ سمول بيكنوتيك نيوكليوس، النواه بتاعتها كشه وصغيره حوالين اون بوز بولز على قطبي النواه في دارك براونش لايبوفيزين بيجمنت اللي هو صبغه غالبا تجديد ريليزد للاولد ايج للايجنج زي ما قلنا. وده زي ما قلنا بيحصل فين؟ في الاورجنز اللي بتطول معانا زي القلب والكلى والكبد. تمام، ده اول سلايد معاك. تعال نشوف بعد كده السلايد اللي عليها الدور اللي هي بتاعه الليبوما. بص كده حبيبي في الصوره دي، دي طبعا عباره عن ليبوما، جايبه لك طبعا من ويب باثولوجي. انت شايف هنا ايه؟ شايف كل اللي انا شايفه هنا بقع بيضه، بقع بيضه، مفيش فيها اي حاجه، بقع بيضه. طبعا انت لو ركزت في البقع البيضه دي هتلاقي فيه نقطه سودا كده في الطرف خالص اللي هي النيوكليس، بس انت مش لازم تشوفها. انت شايف هنا ايه؟ كل دي بقع بيضه، عامله زي فقاقيع الصابون، بقع بيضه عامله زي الفقاعات بتاعه الصابون. تمام، بين البقع البيضه دي وبعضها في الياف لونها احمر اهي، شريط لونه احمر هنا، كل ده شريط لونه احمر. لو القلم يطلع القلم من هنا كده بحيث برضه يبقى اوضح بالنسبه لنا اهو، كل ده بص الشريط ده كله اهو، انا ماشي لك عليه بالقلم، ده كله شريط لونه احمر. ودي طبعا اللي هي الفات سيل اهي، 1 2 3 4 كل دي فات سيل، كل اللي انا ماشي عليهم بالقلم ده عباره عن فات سيل. تمام، كل دي فات سيل، بينها وبين بعضها ايه؟ سبته او ترابيكل، كل دي او سبته او حاجز. لو انت مشيت مع السلايد منها كده هتلاقي في كبسول هي اللي طالع منها السبته دي. فانت دي عرفت ازاي اللي هي ليبوما؟ كبسول طالع منها سبته او ترابيكولي. الترابيكل دي مقسمه الورم ده لاكتر من فص، كل فص فيه مجموعه من الفات سيل. الفات سيل دي بينها وبين بعضها اوعيه دمويه اللي هي كابيلاري. تمام، في نقطه اهيت عندك اللي هي اوعيه دمويه تحت هنا كده في المكان ده، في هنا كده سبته او ترابيكولي. بس الفات سيل ظهر ازاي؟ ركز على واحده منهم كده وقول الفات سيل ظاهرة ازاي. اللي هي الفات سيل اهو، دي عبارة عن خلية بين فاكيوليتد مفرغة او مجوفة باهتة. ليه باهتة او لونها ابيض بالشكل ده؟ لان هي اثناء التحضير داب الفات باي مادة اسمها الزايلول، لما داب ظهر بالشكل ده. انت عاوز تتأكد ان ده فات بتصبغه بسبيشال ستين اللي هو ايه؟ سودان 3 بيدي لون اورنج، سودان بلاك واوزميك اسيد يدي لون بلاك، وفي مادة اسمها سكارلت ريد او اير ريد ستين بتدي لون ريد. ده اللي هو الليبوما. تقريبا في صور تانية معانا برضو ليها. تمام، نرجع كده، دي برضو اهوت نفس الكلام، ليبوما برضو اللي بره دي كلها عباره عن كبسوله اهي، ودي الفات سيل اهي برضو، دي هنا برضو في واحده كمان اهي، هنا برضو نفس الكلام، ادي كل دي فات سيل، ودي عباره عن ترابيكولي او سبته اللي فوق خالص، دي ترابيكولي او سبته. وزي ما قلنا بينها وبين بعضها فايبرس تيشو. تمام، فايبرس تيشو بين الخلايا دي وبعضها نفس الكلام بالظبط. تمام، طبعا لو انت هتقول في الليبوما هتقول كومنت، هتقول ايه زي ما مكتوب عندك كده، هتقول عندك ايه؟ ده عباره عن سيكشن في الليبوما،
قطاع في البيناين تيومر ده، شايف فيه ايه؟ والله شايف عباره عن ان في كبسوله يا باشا مطلعه مجموعه من السبته، السبته ديت بتقسم المجموعه من الفصوص، مجموعه من الفصوص ديت كل واحده فيها ادلت فات سيل، خلايا صغيره ذات بوش النيوكل بتدي شكل اسمه سيجنت رينج، بيحفظ الكلمه دي سيجنت رينج ابيرنس، الكلمه دي مهمه جدا. ليه؟ لانها بتزق النيوكلس ناحيه السيل ميمبرين او ناحيه البريفري، فبتبقى النواه مبططه كده تمام، بيسموها فلات نيوكليس، فبتدي سيجنت رينج ابيرنس الخاتم المفصل. وفي خلايا صغيره بتوجد جنب المعده الدمويه اسمها امبريونيك فات سيل، احنا شفناها في الصوره، بتبقى سمول راوندد تمام، الراوند الايه الاوعيه الدمويه يعني صغيره وكده، وتبقى طبعا السيتوبلازم بتاعها مش بيبقى بيزوفيليك، بتاخد الصبغه الحمراء ايزونوفيليك. طبعا بتاعه البراون اتروف ذا هارت اهو، براون اتروف ذا هارت طبعا ليه شكل مميز جدا اللي هو اللون الجري، لون مميز. مقطع فين؟ في المايوكارديوم، في عضله القلب. شايف ايه؟ سن سمول اتروفيك كاردياك ماسل فايبر اللي هي في عضله القلب، طبعا رفيعه وفيها ضمور يعني، ومعاها نيوكليس سمول بيكنيتيك نيوكليس. في حوالين النيوكليس ديت في ايه؟ في لايبوفيزين بيجمنت لونها دارك براونش تمام، وفاينلي جرانيولار تمام يا عم. ده اللي هو تاني سلايد. تعالى برضو نتكلم على الايه، على الجرانيليشن تيشو. طبعا الجرانيليشن تيشو زي كل عاوزك تعرفه فيه ان هو بيكون من حاجه، من ثلاث حاجات او حاجتين اساسيتين زي ما انا قلت. اول حاجه عندك اللي هو بيتكون من ايه، الدايره دي اللي انا عاملها دي، ده عباره عن ايه؟ عباره عن كابيلاري بلاد فيزل، شعيره دمويه. جواها ايه النقط الحمراء اللي جواها دي؟ جواها ار بي سيز. امال ايه الوول بتاعها؟ فيه حاجات كده، فيه خلايا لونها ازرق كده، دي عباره عن اندوثيليال سيلز تمام. لو جبنا واحده تانية اهي تمام، ادي من بره خالص كده اهو اللي انا ماشي عليها، دي كلها اندوثيليال سيلز، وجوه في نقط حمراء كده اللي هي بتاعه الايه الار بي سيز، دي كابيلاري جواها ار بي سيز تمام، ولايند باي اندوثيليال سيلز، او مكتوب عندك في الفايل سولين اندوثيليال مش مشكله تمام. طب والكابيلا دي جايه عشان تغذي مين؟ عشان تغذي الخلايا اللي جنبها دي، اللي هي الخلايا دي الخلايا دي اسمها ايه يا معلم؟ اسمها الفايبروبلاست. هي دي برضو مش هقول لك عليها، هي الفايبروبلاست اهي. الفايبروبلاست ديت جايه ليه؟ عشان تصنع الالياف الحمراء اللي موجوده، اللي هي اللون الاحمر اللي موجود ده، الالياف الحمراء اللي هي الموجوده اللون اللي هو الرفيع خالص اللي موجود ده، دي اسمها ايه الالياف الحمراء اللي موجوده جنب الخلايا الزرقاء ديت؟ دي اسمها الكولاجين فايبر تمام. فايبر بلاست الخلايا مصنعه الالياف، انهي الياف بتصنعها؟ بتصنع الكولاجين فايبر تمام. يبقى على اساس كده الجريشن تيشو بيتكون من ايه؟ فايبر بلاست بتصنع كولاجين فايبر، وبتتغذى بالاندوثيليال سيلز او بالايه، بالكابيلاري اللي موجوده هنا تمام. النقط بقى زي اللي مش هقول لك على دي، انفلاماتوري سيل ماشي يا سيدي، اللي هي خلايا الايه الالتهاب، لان انت عارف قبل الريبير بيبقى فيه التهاب، لان في التهاب لازم يحصل عشان تنظف المكان تمام. يبقى لو اشيلك على النقطه الحمراء دي تقول دي ار بي سيز، واللي جنبها اللي هي السبيس ده كله عباره عن نيو كابيلري او انجيوجينيسيس، في كابيلري متصنعه وحواليها اندوثيليال سيلز. الخلايا النقط الزرقاء دي عباره عن فايبروبلاست، خد بالك الفايبروبلاست ميزها عن الخلايا الالتهاب. الفايبروبلاست خليه هيوريك شكلها دلوقتي، تبقى عامله كده بالشكل ده بالظبط يعني ايه، والنيوكليس بتاعتها كده بتبقى تابرنج اند كده، لكن غير خلايا الالتهاب، خلايا الالتهاب دايره وفيها نقطه حمراء او نقطه زرقاء قصدي، اللي هي النيوكليس دايره وفيها نقطه تمام، لكن الخلايا دي تبقى عامله كده اللي هي بتاعه الفايبروبلاست، فدي غير دي تمام. عشان بس مش اي نقطه تقول لي دي خلايا التهاب ولا فايبروبلاست، لا دي غير دي، دي اللي هي شريحه الجرانيليشن تيشو كده. فاضل تقريبا خلايا الالتهاب بس كده، كنا على الجرانيليشن تيشو، كنا على براون اتروف ظهرت، كنا على الليبوما، فاضل بس خلايا الالتهاب تقريبا في الفايل تمام. طبعا خلايا التهاب، في خلايا التهاب اكيوت وخلايا التهاب كرونيك. طبعا خلايا الالتهاب، شوف بس نتاكد ان مفيش حاجه تاني هنا في الفايل، هو مش عاوز يقرا لي براون اتروف ظهرت جرانيليشن تيشو زي ما قلنا خلايا التهاب، وطبعا دول بس. طبعا خلايا الالتهاب اللي هو الاكيوت انفلاميشن بتتكلم هنا عن النيوتروفيلز، الهيستوسايت، الار بي سي. طبعا الار بي سي شكلها مستحيل حد يغلط فيها يعني، ليه؟ اولا ان هي ما فيش فيها نيوكليس، كلنا عارفين الار بي سيز انيوكليتد، ما فيش فيها نواه، ما فيش نواه جوه الار بي سيز اهو، ومش هقول لك ان لونها احمر يعني ده كلام غلط، والمفروض كده رسمتها كده مش لذيذه، المفروض باي بولار ديسك شيب، تبقى عامله زي القرص يعني كده. المهم يعني، المهم احنا نفترض ان دي طبعا شكلها كده تمام، بس اهم حاجه مميزه الار بي سيز ان هي انيوكليتد، انيوكليتد ده اللي هي الار بي سيز. طبعا الار بي سيز مش خليه اساسيه في الاكيوت انفلاميشن، هي بتطلع بالصدفه، في عمليه اسمها دايابيديسيز بتطلع في الار بي سيز كده، الوايت بلاد سيلز وهي خارجه بتلاقي معاها شويه خلايا صغيره كده ار بي سي، تقول لها طب تعالي معايا انا خارجه بره تمام، فبتاخدها ميكانيكال بوشنج او عمليه بنسميها دايابيديسيز. ايه الهيستيوسايد دي؟ اكتب جنب الهيستيوسايد دي اللي هي البلاد مونوسايد او تيشيوسايد، اللي هي الماكروفيج. الماكروفيج الحاجه المميزه فيها ان النيوكليس بتاعتها كيدني شيبد، النيوكليس بتاعتها زي ما انت شايف كده كيدني شيبد، بص على النواه عامله زي الكليه، النواه عامله زي الكليه، هي خليه كبيره خالص، والنواه واخده اللون الازرق او اللون اللي هو الفايلت او بيسموه البنفسجي بلغه الفيميلز موف تمام. اللون الموف ده بقى
هو الايه، هو ده اللون اللي واخداه النيوكليس. فده الهيستيوسايت او البلاد مونوسايت، دي بتدي بعد كده الماكروفيج اللي هي الخليه الكبيره اللي بتيجي تلتهم بقى الاورجانيزم وكده، دي اللي هي الهيستيوسايت او الماكروفيج. هي هي الهيستيوسايت او البلاد مونوسايت بتعمل بعد كده الماكروفيج. اما الخلايا الاساسيه واهم خلايا في الاكوت انفلاميشن هي النيوتروفيلز. النيوتروفيلز بتبقى النيوكليس بتاعتها ايه اسمها، تعرف اسمها الثاني، اسمها الثاني بوليمورف، بي ان ال اس، بوليمورف نيوكليوليكوسايت او بوليمورف بي ان ال اس، او بيسموها مايكروفيج، لها 3 4 اسماء، بي ان ال اس اللي هي بوليمورف نيوكليير، او بي ام ان بوليمورف نيوكليير، او بساعات بيسموها مايكروفيج وليس ماكرو، مايكروفيج الخلايا الصغيره. وطبعا نيوتروفيلز لان فيها جرانيولز، والجرانيول بتبقى ايه، بتبقى نيوترال. يعني نيوترال يعني هي متعادله، ما بتاخدش الصبغه اللي هي الايزينوفيليك ولا الصبغه البيزوفيليك، لان في اخواتها بقى الايزينوفيليك بتاخد الصبغه الحمراء تمام، واختها البيزوفيل بتاخد الصبغه الايه، الصبغه الزرقاء اللي هي الهيماتوكسيدي. لكن دي الجرانيولز اللي جواها بتبقى نيوترال تمام، يعني متعادله التعامل مع اللي هي الايه، مع المواد اللي هي الصبغات بتاعتها سواء كان اتش ان دي او غيرها. فالنيوتروفيلز كل انت شايفه ايه، سيجمنتد نيوكليس او تراي لوب دي نيوكليس. يعني ايه تراي لوب دي نيوكليس؟ النواه بتاعتها نواه مفصصه، شايفها ازاي، ثلاث فصوصة، ثلاث فصوص. بص ركز كده على النيوتروفيل، تلاقيها ثلاث فصوص، ادي 1 2 3 1 2 3، فده اللي هي النيوتروفيلز. يسموها بوليمورف نيوكليير ليكوسايت، الخلايا الدم البيضاء ذات النواه متعدده الاشكال. بالعربي بوليمورف نيوكليير ليكوسايت، خلايا الدم البيضاء ذات النواه متعدده الاشكال. يعني النواه بتكون تاخد اكتر من شكل، بس هي مينلي هيجي لك في الامتحان تراي لوبد نيوكليس او سيجمنتد زي ما انت شايف كده. ودي الخلايا الاساسيه في الاكوت انفلاميشن. لما بتموت بيسموها ايه، اعرف الاسم عشان ام سي كيو، لما بتموت بيسموها باس سيلز، خلايا الصديد، لان بيطلع منها بروتيوليتيك انزيم، انزيمات هاضمه بتهضم النسيج اللي مات، فبتعمل اللي هو الصديد في حالات الابسس او في حالات السابرتيف انفلاميشن كله، اللي هو الابسس والبويل او الفرانكل والكاربانكل والسيلايتس وكده. ده اللي هي النيوتروفيلز لما بتموت بيسموها باس سيلز. اما خلايا الكرونيك انفلاميشن، طبعا اول خليه عندك اهي تمام، اللي هي ايه، طبعا انت شايف هنا ايه، خلايا اهي نفس الفكره، سيجمنتد نيوكليس، النواه بتاعتها مفصصه برضو، بس الجرانيولز اللي جواها، النقط اللي جواها دي لونها ايه، لونها احمر، فدي اللي هي الايزينوفيلز. ليه؟ لانها ايزينوفيليك. يعني ايه ايزينوفيليك؟ انها بتاخد الصبغه الحمراء اللي هي صبغه الايسين، فدي اللي هي الايزينوفيلز. سيجمنتد نيوكليس النواه بتاعتها مفصصه برضو نظام سيجمنت كده، وجواها سيجمنت، وجواها قصدي جرانيولز، جرانيولز واخده الصبغه ليه، الصبغه الحمراء اللي هي صبغه الايسين، فهي ايزينوفيليك. طبعا الليمفوسايتس محدش هيتلخبط فيها، انت شايف ايه، كحكتين جوه بعض كده، دايره من بره حمراء ودايره، طبعا شوف النواه بتاعتها قد ايه، تخيل دي كلها اللون الازرق او اللون الفايلت اللي هو بنفسجي، ده كله، ده كله النواه، والدايره الحمراء او اللون الافتح شويه اللي بره ده اللي هي السيل وول بتاعها او السيل ممبرين بتاع الخليه تمام. فدي اللي هي الليمفوسايت. طبعا اعرف انواع، في بي ليمفوسايت وفي تي ليمفوسايت وفي انواع تانية. البلازما سيل النواه بتاعتها عامله زي عقارب الساعه، البلازما سيل النواه بتاعتها عامله زي عقارب الساعه. بص ركز فيها كده، ده السيل ممبرين من بره وادي النواه. بص على النواه بتاعت البلازما سيل عامله ازاي، عامله زي عقارب الساعه، كان دي ساعه كده ولها ايه، وليها عقارب بالظبط. فدي اللي هي البلازما سيل. طبعا البلازما سيل دي بتصنع ايه، بتصنع اميونوجلوبولين او بتصنع الانتي بوديز ام و اي و جي و اي و دي، بنسمعهم في كلمه ماجد، ام و اي و جي و اي و دي. طبعا دي شفناها فين، شفناها في البرايمري سيستميك اميليدوزيس، لما كان بيحصل فيها سرطان كان بيطلع في حاله اسمها مالتيبل مايلوما او بلازما سيتوما، ده اللي هي البلازما سيل. طبعا الخلايا الفلات الصغنطات اللي بقولك عليها هي اللي احنا شفناها في الجرانيشن تيشو، اللي هي الفايبروبلاست، عباره عن خليه فلات زي ما انا رسمتها لك اهي، خليه فلات وستابرنج اند، النهايات بتاعه الخليه من ناحيتين كده مدببه تمام، وجواها النيوكليس اللي هو اللون البنفسجي اللي جواها دي، دي اسمها الفايبروبلاست، بتصنع ايه، بتصنع الكولاجين فايبر. فاضل ايه تاني عندك هنا، عندك طبعا الجاينت سيل. جاينت سيل شوف حجم الخلايا قد ايه، الاول جاينت سيل يبقى خلايا كبيره ضخمه، جاينت سيل حسب مكان النواه، لو النواه على البريفري الانواع بتاعتها على البريفري زي ما انت شكل كده، عامله زي حدوة الفرس، عارف رجل الفرس من تحت، بص على حدوة الفرس هتلاقي الشكل ده بالظبط، بيسموها هورس شو، حدوة الفرس بالظبط، لقيت بالشكل ده بالظبط بيسموها لانجان جانتس. دي موجوده فين، موجوده في حالات التي بي، مرض اسمه تي بي، نوع من انواع الجرانيولوم اللي هو البكتيريا جرانيولوم، اللي هو مرض السل او مرض الدرن، اكيد سمعنا عنه يعني تمام، ده كان سمعنا عنه في كيسز نيكروز، وسمعنا عنه في السكندري سيستميك اميلويدوز اللي هو اميلويد اي اي، اكيد سمعنا عن التي بي. الخلايا الاساسيه دي بقى في التي بي هي طبعا موجود ابيسيلي سيلو ماكروفيج، وموجود خلايا كبيره اسمها لانجهانز جانتس، اعرف اسم العالم اللي اكتشفها، لانجهان جانتس سيل، دي جاينت سيل بتنتج من اتحاد الماكروفيج والابيسيلي سيل مع بعضها البعض،
with division of the nucleoid. دي مش نواة واحدة، كل دي أنوية، يعني أكتر من خلية اتحدوا مع بعض عشان يكون الجوينت سيل دي، فدي لها أكتر من نواة زي ما أنت شايف كده. والأنوية بتاعتها موجودة فين؟ موجودة على البريفري، موجودة على طرف الخلية وليس في السنتر، لأن دي اللي موجودة على السنتر. هنا نفس الكلام جوينت سيل برضو بس اسمها فورين بودي جوينت سيل، تمام؟ دي موجودة فين؟ موجودة في موجودة الأنواع بتاعتها موجودة في السنتر وليس على البريفري. هنا الأنواع موجودة على طرف الخلية، أما هنا موجودة في نص الخلية، فدي مميزة للانجهانز جاينت سيل بتاعت التي بي أو بتاعت مرض السل زي ما أنا قلت لك. وده مهم، ده أشهر أنواع الجرانيومات اللي علينا هو التي بي، تيوبركلوزيس مرض السل أو مرض الدرن، تمام؟ ده اللي هو كرونيك انفلاماتوري. بتتكون ازاي الخلايا دي لو الجينت سيل؟ من اتحاد الماكروفيج مع بعضها البعض. لما بتتحد الماكروفيج مع بعضها البعض وتقعد تنقسم، تقعد الانويه بتاعتها تنقسم، فبتعمل خليه كبيره ضخمه اسمها جينت سيل فيها مالتيبل نيوكليوي، اكتر من نواه متعدده الانواع يعني، والانويه بتاعتها مترتبه على البريفري بالشكل انت شايفه ده، بنسميها لانجان جينتس. لكن الانويه بتاعتها مترتبه في السنتر بنسميها فورين بودي جينت سيل. موجوده في امراض كتير، موجوده مثلا عندك اللي هو الاشوف بودي، موجود في الروماتيك فيفر، وموجوده كمان عندك في السيفلس، وعندك الليبرا سيل اللي هي جاينت سيل موجوده في الليبروسي، في خلايا كتير، بس اللانجان جاينت سيل دي مميزه للتي بي. تمام كده خلصنا الجزء البصري، يا عيني ربنا معاكم بالتوفيق ان شاء الله.